كما خرجت قبيلة أولاد سليمان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في مسيرة حاشدة أكدت فيها الجماهير مجدداً التحامها بالأخ قائد الثورة وتأييدها له قائداً لثورة الفاتح العظيم. وأكدت الجماهير المشاركة في هذه المسيرة التي رفعت خلالها الرايات الخضراء وصور الأخ القائد في هتافاتها استعدادها الدائم وتحديها للعدوان الغربي الصليبي واستعدادها لتقديم أرواحها فداء للوطن والثورة حتى تتحرر الأرض من دنس الخونة والعملاء، وأصدرت البيان التالي: القائد المعلم، إلى القائد الصامد معمر القذافي الصامد في وجه الطغاة، في وجه الصليبيين، في وجه المضلين، في وجه الذين يريدون النيل من هذه الأرض ومن شعبها. نقول لهم: نحن شعب قوي بإذن الله، لن ترهبنا الأساطيل ولن ترهبنا طائراتهم، ولن نكون مثل بعض الشعوب التي ترزح تحت الظلم والظلام. نقول لقائدنا أن قبائل سبها وفزان كاملة هي درعك الواقي، وهي التي تدافع عن ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة وعن قائدها، وإنما يقوله العملاء والخونة والمرجفين في الإذاعات الخارجية هي أكاذيب وليست بحقيقة. فها هي فزان وها هي سبها تنادي باسم قائدها محررها ناصرها من المظلومين. ونقول مع القائد عنا منحيد، مع القائد عنا منحيد، مع القائد عنا منحيد، مع القائد عنا منحيد. ونقول للقائد أن قبائل سبها لا يوجد بينها خائن ومتآمر على ثورة الفاتح. ونقول له أن أبناء القبائل في سبها هي جنودك، وهي التي ستحرر هذه الأرض من العملاء والخونة والصليبيين، والصليبيين الذين باعوا الأرض وهتكوا الأرض. فنحن أقوياء بإذن الله وبقيادتكم، فأنت ولي أمرنا، ونحن قبائل نمضي قدما نسير قدما. كسر فخشوم العدوان، معمر قاعد يا زمان، 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 كسر فخشوم العدوان، معمر قاعد يا زمان. فقبائل ورفلة والقذافة وأولاد سليمان والمشاشية وأولاد بوسيف والمجارحة
وكل القبائل في شعبية سبها هم جنود أوفياء لثورة الفاتح من سبتمبر وقائدها. وكذلك الربايع والتوارق والتبو الأحرار، نعاهدك أيها القائد أننا جنود أوفياء لهذه الثورة وقائدها، ولن نخون ولن نركع ولن نتهاون عن هذه الأرض وعن قائدها، بل جنود أوفياء. نوجه بنادقنا إلى العملاء والخائنين والذيول. يا قائد نحن حراس، كل الروس دالي راس. يا قائد نحن حراس، كل الروس دالي راس. يا قائد نحن حراس، فما تقوله الإذاعات المغرضة وما يقوله ذيول الاستعمار ذيول الصليبية هو بهتان وباطل ضد هذه القبائل، فإنهم نسوا هذه القبائل وتضحياتها التاريخية العظيمة التي قدمتها بدمائها وأرواحها لهذه الثورة، سواء سابقا أو لاحقا، فهي معك أيها القائد إلى أبد الآبدين لنصرة هذا الوطن والدين بإذن الله الرحمن الرحيم. قائد لا تهتم، الثورة نبدوها بالدم. 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 قائد لا تهتم، فاجتمعت القبائل وتلاحمت وتكاثفت لنصرة هذا الوطن وللوقوف بجانب قائدها ومعلمها ومرشدها القائد معمر القذافي. فسبها بكل قبائلها سف واحد ويد واحدة في وجه الأعداء، وهي تعاهد القائد أن لن تخون ولن تتراجع ولن ترضى بالرجعيين والمتخاذلين والذين ولن ترضى بالمتخاذلين والرجعيين الذين باعوا الأرض والعرض، فهي تعاهدك وتقسم بالله العظيم إنها في صف القائد وإنها وحدة واحدة متلاحمة بإذن الله. فسر أيها القائد إلى النصر، إلى العزة، إلى الكرامة، إلى المجد بإذن الله، ونحن معك وأمامك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.